السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسر خيارات قيمها بدنها وده نجلس عطاي ميل كستات شوكتان هل كان هو تلفزيون كقرن كسمال لأن استوديو استمجال درجسة وحنا تقصوا دواتان مركلي برنامج كسمال وهذا أنا كلا أتكد دواتان تلفزيون كقرن كسمال لأن برنامج كسمال وحنا كوع سونا ديوج أفري لا تك سعد وده وجود بين شركة إسقاسين تسمت التلفونات وده كل شوكتان العقدة سيال كان وجود ترتمان العقدة 6 مليون أو شيلين كسمال لأن barnaamijka habeenka kasta ayaad maalin leh ama maalin kasta ayaad si joogta u daawataan waxaan ku casuunaa ka qayb qaatayaasha barnaamijkaasi meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Soomaal daawadayaalidu kuna meel kasta aad joogtaan dabcan waxaan idin soo gudbinaa weydiinta aan ugu talagalay inaad ka qaataan taasi oo warcelin aad ku soo samaysaan markaasi kadibna aad ku guuleysataan moobile iyo qaybo kale halkan aan ku gudoonsiino cidii jawaabtaasi soo saxda madamo intaas oo kuna qofay kasoo jawaabayaan cidii nasiib damac markaas u heshay iyagana aan arintaas ku gudoonsiino waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataa kowaad ee barnaamijkan igala qayb galaya waxa weeye Barkhad Sulub Cali Barkhad Sulub Cali aad lagu saabiyo kusoo dhawoon السلام عليكم برخد سلوب علي كسو دو تلفزيون قرنك الصومالي لام برنامج كسمالي شركة اسكارسين تسمتا وكل واحد عبد الله برخد واحد تفاصيل قصص ان الارضيت هاي الديار هول كلا يسيد انا قد داود يا شباب ان وحنا هارضي بكتا جامعة دارجيسة كلية دا عافمات كحولها ان وحنا ندقر هاي ويالا دارجيسة دقمة محمود هاي حافظة جمعوي واحد برتا قيبت حولها عافمات كحولها عافمات كحولها حس كنت شعرات ما كان غير تاسقة تو شام عادة ما دام إيه حوله أيه إيه دقن دقاله إن الله فدبر كدقن دقاله جاب كين إيه شبرت سمالا إيه وحن قدر بذي دي أيه إيه شو قوينا إيه منافعتنا إيه ندع عفمات كوك شقينا إيه أيه نقدر بذي إن ما كان عقب تمر كان سي برخد برنامج كان كسمان الهروض دعوتيا كلا برنامج كان كسمان إيه إيه بدل ما لسه عدي وحن شعلة هاي هذا هذا هو بهند قوي شركة دوادنا جاي سمتل إيوه تلفيش كقرن كوب برنامج كان قال جاي أقوم خلاص جاي سكتي سكت عشري لو ده ده بهند قوي مرك برخد سؤال عمرك هذا كتو إن حول عسيات بيوقف رب بدين هذا هو واحد دون سنة حوله عفمات كودي أدبرته مرك عسيات سكتي إني عندك كذا فلانتي وحي نقطة عند يقارن جرتها مكان مرايد دخل ليه هذا يقارن جرون وهاي لابد هو يسكت كده وكمان واحد يروح وات جرنس وهاي جواي برنامج كذي الله يراه هذا وحوي كوبي لو تسو علود هذه برنامج كأنه جرنته ما يمكن يدو حوي يعني لو بقول يكو تكون وشين كسمال اللانا هذه إنه كتش وابنا شن يتبس علود نو تضاب بقول يكوتن هذه إنه كتش وابنا لو تسو علود نو حوي يعني مليون يبرد هل سو علود ضم بيسايدونا مركز مليون يبرد كلو 6 مليون وشين كسمال اللانا سأكون قنصا وحد هذا حسوس ناتا ولا بتشير إني دوينه هنا عاون دونا لا بتشير نعمل لا بكاتور دونا ديالنا بسم الله ما كوب بلاه دونا سؤال شكواد إيه مرايد كور تعالى ereyga saacad waa af carabi soomaaligiisu waa ereyga saacad waa af carabi soomaali waa ba xarago ta gacan xidh ja goor sheeg ha sibaaq jaad oo goor sheega jaad oo goor sheega ku adkaysanaysa weli waxa ku warsan laba kaa tuuriyo dadweynihii way 50-50 gadi waagaag laba kamid ayaa ka saari doona wali waxa soo haray goorsheeg goorsheegta safad ka sanay goorsheegta safad ka sanay waagaag daawad ee su'aashaas ayaa wadeegi doona markaasi sidaasi ayay sax ku tahay barxad su'aasha labaad nabigi ilaahay jinka iyo insigaba uu sakhiray waxa uu ahaa nabigi ilaahay jinka iyo insigaba uu sakhiray waxa uu ahaa ba nabi nuux alayhi salaam ta nabi muusa alayhi salaam cha nabi saleeban alayhi salaam ha nabi aadan alayhi salaam cha oo ah nabi saleeban alayhi salaam
شاءوا النبي سليمان عليه السلام مركل ولي واحد كوارسن إنن وقاتورة سكوت كسنة صح وهاجاك دا وذي الرجال مركل سوى ذي قدر نادي على هذا النبي الله سليمان سيدا سعي سحقتاي سؤاش صدحات سؤاش صدحات برخذك مراية دكور تعالى عيار تدتك حرارة قبطه إلى الله تما آني ميسني و عيار تدتك حرارة قبطه إلى الله تما آني ميسني و ب بارعدها ت سيل عدا ش شاندرتا ح عرقابدا و ب بارعدها ب بارعدها ولي حقوق بدن بيوك أرسن تدوينها والله شيء ثاني يا مي بلا بارعدها أي عيار سيسكتي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك مرحبا بارعدات كواد كسان بارعدات كواد كسان واقاك داودي البارعدوه بعد مركز سيوة ديكي دونا سيدا سايا سحكوتاي أفر سؤاشا أفراد صلاة آن دبدد لتوكن سنة وا صلاة آن دبدد لتوكن سنة وا با صلاة مغربك تا عشها تا دهورك حا عصرك وا حا عصرك حا عصرك ولي واحد يقول سن مرنا الله بكرة صورة يدويني وقفت السنة حاله حلو قفت السنة صح والله بتاع وهجاك دا وذي الحال ده مركز سو ذي جد دونا أو عصر كان وذي جد دونا سداسي أي صح كتاني شن بيش ميل وذي الدجن وحلا يراه ذا بيش ميل وذي الدجن وحلا يراه ذا ب قيس ت قبيل ش غيره ح قوقب ملك واحد ديوان يا تدوينا وهكاك داود يا الحقينا ينسو وريقي دونا ومركي كواد برخط ويدي بهذا وحو مر يا شن سواش عندون ان نغا عويسان يعني دي اخري دونا سواش واحد ورا نسا بيش ميل ود الدقن وحا لا يراهدا بيش ميل ود الدقن وحا لا يراهدا ب قيس ت قبيل ش غيرو ح قوقب ام سقف اياله وا ب او قيس إن بسقف أيال وات أو قبيل إن بسقف أيال وات شاء وحويان قيرو هذا في السبر خد إن بسقف أيال وحاء أو قب أنسكوس أن قلنا مركز برخد إلى ستيل قف ضد كاسي وحي نقول هذا وات شاء ذو حويان قيرو لكن يجي تود وسوت شيدين قام كهذي قاس كلا وحي لا إكتها حاد أو قوقبة أنا نقف في السنة حاد أو قوقبة كلاكت هذه قوقبة سديد قف بين قيري وقيرو مركا هدي أي سديد دا سقف إن الصحان وتوض الصح نقطو تهذا قلد نقطو وها وقت في السنة جوات في السنة دائما أنا قف قلد قلي هاي هذا يجو نصح نقطانا يجو قلد نقطانا هذا صح نقطنا تعرف تدنو حاوي أنا قامكم بكمته كمته marka barxad waxaan ilaanaa iyaga wax uu iska soo jeedin bay ahayde go'aanka adaale marka haddii sidii uga askan waad u labisato dadka badan go'aankooda marka ja oo qeyra inoo soo jeediyo ma ka tagna xaq oo qoban tagna waa hagaag daawadayaal go'aanka kaliya waxaan eegi doonaa barxad ee qob oo xaad ah markaasi su'aashaas ayaan wadaagi doonaa sida si qalad ay ku tahay ayro oo dadka ayaa saxaad ba kaga maadeenayna laakiin go'aanka waagaag daawad ee markan ayaan idleenahay kulanti wanaagsan meel kasta aad joogtaan waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf ala soo dhaweeyay السلام عليكم رمضان كريم عبد الرحمن محمد علمي كسو دو برنامج كسمان كل دوي عبد الرحمن واحد تفاصيل قصص لنا الأرض هاي إن هول كلا قبضة هول كلا دقنت يعني جدا ودي أشبه واحد هاي أرضي تعذر قصة دكتا واحد دقنة محمد هيبي
برنامجكينا هرو داون جيرتي ان كان هذا برنامجكو هرو داوني هي ما انت حكيت سيده كوتمي ماركاسي برنامجكو خالي اون بو بلاماي سيده كوغاتي يا كولا سو خليري وحان كوغادي اصحابتي با الى سو خليري انو داوني يا صدعه كشبه التليفون وي برنامجك سؤالك كبحيه سيده كولا موقدا وحي لو موقدان ووح لو باهي شركته كو امانتاي مركا غوريك جوجتي سؤالات كلا ويدينايو قارد غرانيسيو أنا ده تقارن المشرة. ويشران. قارن قرنية قارن قرنية ويشران. أي. مركز كفء. مركز. أولين شيء تمرونا تكتب. هكذا جاني بس طلعت. مرة مرة ده تكتب. كلي كلي واحد سلي هم ده ماشي له كوب قري. هكذا. ويا كوب بلاوي يا عبد الرحمن. ويا كوب بلاوي يا عبد الرحمن. بسم الله. مرايد كورت الله. نبيجي الله سبحانه وتعالى أوصي أبوه أه إن أفسر الرؤيا كوحى وها. نبيجي إلهي سبحانه وتعالى أوصي أبوه أه إن أفسر الرؤيا كوحى وها ب نبي يونس ت نبي يوسف ش نبي داود ح نبي سليمان. إيه وحوي الطاء والنبي يوسف. تاء والنبي يوسف. إن الله بك عطوري دويني في بق كوارسين. لبيك تور. لبك كم بدا؟ لبك كم بدا؟ وهاك لبك كم بدا أيها كاساري دونا. تاء والنبي يوسف يا صهري يتاء والنبي داود. واحد كيس سنة النبي داود. النبي داود عليه الصلاة والسلام. واحد كيس سنة صح. النبي داود. تاء النبي يوسف كتى كيس. الله بارك عطورة ضيع له خصوصا. شاء النبي الله داود تجسّد. النبي الله داود ها. نبي جي إلهي سبحانه وتعالى وسيء أبوه إنه فسر الرؤيا كوحى وها. شاء ومرك عسين النبي داود. مرك هو النبي يوسف عليه الصلاة والسلام. النبي يوسف عليه الصلاة. أيام كنا غنيا. النبي يوسف كنا غنيا. ها. قات كسر سنة. قات كسر سنة. وهكذا داود يلتقى النبي الله يوسف يا مرك عسين وديك دونا. سواش عسين وديك دونا سلا سايا سحقة. وريا دوحان. النبي يوسف خربا دورة هذا الله ما كاسه. وين؟ هذا غفير. سؤال شلبات. سؤال شلبات واحد كورن إنسان. عديوه الرئيسي عاصدة إلهي سبحانه وتعالى وحياه هيد. عديوه الرئيسي عاصدة إلهي سبحانه وتعالى وحياه هيد. ب أبو جهل. ت فرعون. ش قارون. ح شيطانك. وحاء الشيطان. حاء الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وي. إن الله بك تريد دويني بكوارسي. عبد الرحمن قوانك قال. حاء بن قواتك السنية. حاء بن قواتك السنة. وهكاك داوود يال حاء الشيطان كاين مركز سيدي دونا. سؤال شاسعين وذيك دونا سلا سعيه صح كتار سؤال شاسدحات سؤال شاسدحات واحد كورنا سا ورشدي كلون كأوه الرئيسي واحد لقدر لسي مجال هذا ورشدي كلون كأوه الرئيسي واحد لقدر لسي مجال هذا ب ميل ت لاس قري ش بون ح بربرة حفر سدي هلاي تدوينها والله بتشعر يا هل مرة أن لبك من لبانك أسأله تدوينهم ليبيا تدوينهم ليبيا نبغى شو تعني عد شو كتير وقت قارنا ولا لبس سيف أو صورة قلة إن وهاك دعوة ديال حقينا ينسو رأيك دونا ديال اللي راهو وهاك دعوة ديال وحنا دونا نرجع وسان أنا جي عبد الرحمن سؤال شو استحاضة ديال مرة نا سؤال شخصي تحاد واحد عرنا ساور شد يو كلون كيو هو الرئيسي واحد لقى دي سي مجال هذا بق ميل تعلى سقري شعبون حاء بربرة إم سقف أيالة بق واحد لقى دي سي ميل إم سقف أيالة تع واحد لقى دي سي لاسقري إم سقف أيالة وا شع واحد لقى دي سي بون إم سقف أيالة حاء واحد لقى دي سي بربرة أسوس النقلنا عبد الرحمن تدوين وحين يدهدين بذي
waxa laga dhisay bay ilaahdeen ilaa 12 qof bay ugu yiri waxa laga dhisay laas qoray sax laas qoray oo taada taada ha laakiin wuxuu waa soo jeedi weeyaan wad bedelan kartaa iyaga raaciye ay miyaga ku raacna iyaga ku raacna ha markii dhaweeyda barxadaha ka kacay waxaad codaysay miya ya markii dhaweeyda codaynaysay waa la codayay ha barxad wakii ugu diiday ha waa la codayay laakiin waa iska raacna laakiin ma kala waa هذه سؤال شخصي قلت نقطة كورة وعادي هذا صح نقطنا هذا صح نقطنا وعادي هذا صح نقطة أنت كلا جرى نور إنه لا سبعة مليون جرى نقطة كسحمين ويا لنا ويا لنا ها إيه حاسين إنه تلوه رمضان كل أفرقوا من قبحنا يعني فعلت أفرق نفسينا دوي فرق بدين إلى لكن عادي أبو كنا ما تادي دوتة ها إيه وهجاك تعالى إنه مركز سياج دونا ولا سقرية taada iyo su'aashaas ayaan wadaagi doonaa sidaas ayay sax ku tahay adbu maasiin su'aasha afraad afartan keeban af Soomaali ahayn afartan keeban af Soomaali ahayn ba garaad ta beldaache cha sultaan ha ugaas يا عبد الرحمن وقاس وحقده وقاس بنا في صمالها اه يا نفس صمالها ولي حقوق بدن بايو كارسن ددوينها او هل مري يو كارسن يي يا هل مروين لبا كاتورا ايه هل ميدو لبا يغا تورتا لبا كميدا ايا كاتوري دونا واس كو سو هري تشا او سلطانا يا ح او اوغاسا waxaan kullay oran lahaa ugaas xaqda ugaas ha waad ku adkaysanaysa go'aanka gaad jaadan ku adkaysanaya sultaan ha baynu ka nimaadnayo ugaasa waynu ka imanaynaa jaado sultaanayn nimaadna jaado sultaanayn nimaadna كوات كيسانسا كوات كيسانيا حقو سلطانا كنيمادنا حقو اوغاسان كنيمادنا تشو سلطانا نيمادنا كوان كاغو دبيت كوات كيسانسا كوان كو دمبيي حق بان كدغيا اوغاس حقو اوغاسان كو سو نوقنا تشو سلطانا كنيمادنا حقو اوغاسان كو سو نوقنا اينو من ها كوان كاغو دمبيي وا حق وي اوغاس حقو اوغاس ها cha oo sultaana ka nimaadna xaq oo gaasa nimaadna go'aankaaga u dambeeya waxa weeye cha oo sultaana ha sultaaniyo gaasiina ku dawa khalad raxmaan markaa waxaan ku siinayaa go'aanka u dambeeya go'aanka ugu dambeeya cha oo sultaana ha xaq oo gaasa ka nimaadna cha oo sultaana nimaadna go'aanka u dambeeya wax cha weeye cha ayuu ku eegina bisinkan u qabtaa bisinka u qabaa waa hagaag daawada ee balcho oo sultaanin weegi doona markaas in badan bay noo qaatay cha oo sultaana neegi doona markaas su'aashaas ayaan wadeegi doona sidaas ayay sax ku tahay weena daba xisama hadiyad labada erey uu isweegi ya sultanati sultaan miyaad maqad sultaan al-fahd bin abd al-aziz sultanati ya way shan su'aash shanaad xayawaanka qoortiisu aanay hortiisa arag ee ay xagga dambe u jeedaa waa xayawaanka qoortiisu aanay hortiisa arag ee ay xagga dambe u jeedaa waa ba qarandida ta dacwada cha bahal higlada ha waraabaha inta dadweynaha dhibiya dadweynaha waa hagaag daawadayaal intii aan dadweynaha u gudbin hakad kadib waxa ku soo noqon doona meel kasta oo joogtaan naga fogaanina qalabka ay ku shaqeysay qumanay casriga qarashko aan badayn ay ka qaadan macmiisha iyo adeegay qabanaysay cid kasta oo qashooday Somtel Somtel Somaliland Somtel Somaliland waxaad ka helaysaa adeegyo aad iyo aad u sareeyo oo ay ka mid yihiin high speed internet 4G ah oo akii ugu dambeeyay ee caalamka
upload kisa iyo waliba download kisa waa mid aad iyo aad u sareeya oo 100 MB kor u dhaafay. Waxa intaas ku dheer Five oo ahisna adeegii ila soo hadal oo ka soo hadal mobaylka iyo line-kaba iyadoo dadka dibadda jooga ay lacag laan kula soo hadli karaan inta dalka jooga intii ay doonaan ee ay jecel yihiin. Murad Koob ayaa isna kala kulmaysa Somtel waa adeeg isku xiraya inta hawl wadaagta goob shaqo, xafiiso iyo meherdaba oo waxay ku xiraysaa bulshada inteeda kale. Ku hadal qiimo go'an dalka oo dhan adigoo isticmaalaya Murad Koob. International Roaming Service hadii aad dunida u safrayso sii qaado SIM card-ka Somtel oo ku isticmaal dunida kuna hadal qiimo jaban. Intaasi waxaa ku dheer in aad isticmaali karayso Facebook-ga Somtel adigoo internet aan haysanin. Intaasi waxa sii dheer waliba ogeysiiye iyo danan oo horeba aad uga barateen adeegyada Somtel. Ka iibso xarumaha Somtel mobile smartphone ah oo jaban, ha moogaanin hadaba goor kasta iyo goob kasta. Somtel Somaliland, Somtel kale oo arag adeegaysi yaajin. Kulanti wanaagsan daawadayaal, mar kale waxay noo taagnayd inaan dadweynaha u gudbino su'aasha shanaad. Xaggiina ay daawadayaal soo wareegi doonta waxaan doonaynaa anaga Cabdiraxmaan aad naga caawisaan su'aasha shanaad. Su'aasha shanaadna waxay odhanaysaa xayawaanka qoortiisu aanay hortiisa arag ee ay xagga dambe u jeedaa waa ba qarandida, ta dacwada, ja bahaligleda, xa waraabaha. Imise qof ayaa le waa ba oo waa qarandida? Aad ugu fiirso. Imise qof ayaa le waa ta oo waa dacwada? Imise qof ayaa le waa ja oo waa bahalhigleda? Imise qof ayaa le waa xa oo waa waraabaha? Waya, isku soo noqonaadba maadsati. Yaa Cabdiraxmaan, dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen waa ba wax weeye qarandida. Go'aanka adigaa iskale, laakiin waa soo jeeda ba oo qarandida ku raacna oo ku raacay. Haa, qarandida ma aragtay? Qarandida, haa, haye, waa xayawaan markaa kulli afar taba. Dacwada iyada ma aragtay? Haa, qoorteeda may jeeda? Waa caadi, iyada ka gudub waaye. Waraabahana? Waraabahana waraka, haa. Marka ba'da oo qarandida, marka ba'da oo qarandida, wadaad ugu naasina qaldan ka war waadi ku raacsa ku raacina. Ha, waa hagaag daawadayaal, ba oo qarandida ayaan markaasi wadaagi doonaa. Su'aashaasi ayaan wadaagi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Aad buu mahadsan, aad buu mahadsan. Waa hagaag lix meel xasaasiyan gaarnaa. Qibladii u horeysay ee loo jeestaa waxa ay ahayd? Qibladii u horeysay ee loo jeestaa ama loo tukadaa waxa ay ahayd? Ba quba, ta ta muqaddas ama baytul qudus qofa siduu yaqaana, ta maka, xa madiina. Waa ta ta oo ah qudus, muqaddas ama baytul qudus. Inaan laba kaa turaba dhammaadeen, dadweynihii sidoo kale way dhammaadeen. Marka go'aanka ugu dambeeya waa ta wey. Go'aanka ugu dambeeya waa ta. Waa hagaag daawadayaal, ta oo markaasi waxaynu eegi doonaa muqadisa. Su'aashaasi ayaan wada eegi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha toddobaad, masaajidka Umawiyiintu waxa uu ku yaal? Masaajidka Umawiyiintu waxa uu ku yaal ba Maka, ta Dahraan, ja Qaahira, xa Dimishq. Waa xa oo Dimishq ah. Xa oo Dimishq. Fursadaan haysanaa ma jirto, go'aankaaga u dambeeya. Waa xa oo Dimishq ah. Xa oo Dimishq. Waa hagaag daawadayaal, xa oo Dimishq ayaan markaasi wadaagi doonaa. Su'aashaasi ayaan wadaagi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Yaa Cabdiraxmaan, laba iga tuurti waxaanayna khalkhalinayay. Ku adkaysanaynaa. Sideed meel xasaasiyan soo gaarnay. Dowladdii u horeysay ee aqoonsatay dalka Israa'iil waxa ay ahayd? Dowladdii u horeysay ee aqoonsatay dalka Israa'iil waxa ay ahayd? Ba Maraykanka, ta Shiinaha, ja Ingiriiska,
ح فلسطين ب أمريكا ب أمريكا من حساسين وتاجنا سديت بينو مرنا جوانك قال ب أمريكا كواد خيسنة سا كواد خيسنة وهاك بسم الله ba amerikanka ayaan markaas si wadeegi doonaa su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay ya abdurrahman maratoon dheer baan soo xarnay sagaal meel xasaasi ah soo gaarnay lacagtii baan soo dirstaagnaa ma waqti sagaal farasku xoog iyo orodba ku fiican waxa la yiraa farasku xoog iyo orodba ku fiican waxa la yiraa ba ashkir تا دكان تا بحذو ح حرن بسم الله وكل وحا وقت كسنه ح امرك اسيا حرن سؤال شنو هو سؤال سؤال حساسيه فرداس سي اسكتين لا فرداس مو فاهم هيري غاور ما تين يا هيري غاب يا حقا انا ولا ما تين ايه كل فيري ولي فرس ما ولا صعده ما لا ما هو نرك ما تفولين لكن ما فولين وهاك مكه واحا وحارانا حق ومركا سي حاران وهكاك داود يا الحاد يعني مركز سي وديجي دونا سؤال شاسي يعني وديجي دونا سي سي قلت اي كنت هاي شاء ومركز سي بحذ وي هذه ياد مكه كما هذا علينا هذه ياد ما ستاي كنا تي وانا سن داود يا المركز اللي وحنو يلي دونا كقيب قاتا صدحات اي برنامج كو عبد الرحمن احمد اذن عبد الرحمن احمد اذن هذا اللي صعبين وي السلام عليكم عبد الرحمن احمد اذن كوشو دو برنامج كسمال وكودو اي عبد الرحمن هذا ما انت اسكو بدن هاي دحانكي لباد اسكو نيمانا تي كنا سي وناكسن واحد تفاصيل غير سيرن اردت هاي ان دي معلومات كلي جيران باني داودياش وحاني اردي انت اسكو الكون عاد كلاس كاف 1 إيه البرنامج كان هو ضابط سياق عبد الرحمن. هران دوتش. برنامج كان من العلمات في سكورة. وفي عي آدم في عين. وهذا عبد الرحمن خوب بلعب الدونا بسم الله مرايد دكتور تالي. سؤال شو كواد واحد كورنا سعد عبد الرحمن. شيء مركز تو سي سي هذا ناقص أوى شيء مركز تو سو شيء مركز تو سي سي هذا ناقص أوى ب عمرك تا مالك شا ديرتا ح بدا سيرش هذا سكدي هو بعض عمرك با عمرك كواد كي سنسا فيفت كده واغاك لما كميدا ايا كاس اري دونا با عمرك يا ح او بدا اسكو سواره بدا بعد كواد سنيا بعد وعمرك وهكاك داود السؤال سيوان وديك دونا سيدا 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 سحكو تاي سؤال لباد وحي كورانا سا أصحابي أبي بكر وحاو مدحوينها مسلمين تاها أصحابي أبي بكر وحاو مدحوينها مسلمين تاها با لبا سندود تا صدح سندود تا لح بلود حا سند سيرش هذا سكوت ديو بعض على بس بعض على بس النظر ودي وحي كارس دوينو هو لبا شارة يهال مروا من لبا كاتورا كارس كسنة كارس كسنة هو هكاك داو ذي الباء ولا بس النظر ده يعني وديك دونا سدا سايي صح كتاي سؤال شو صدحات حيوان كأفكي سو سنكي سيهيوا حيوانك وأفكيسو سنكيس يهيوا با كلونك تا مروديغا شا قرنديدا حا شبالك تا دعا مروديغا تا أهم مروديغا نقع هو كان نفسنا يا تاو
هدو أفكيس السنكيس يحو كنا في سنة وقاك إنا لبكا تريد ويلوبوا ويقوك على السيد عبد الرحمن تأو ماي فيفت كنا مدادو دوينة يا مدادو دوينة مدادو دوينة كوكولي با وي وهكاك داوضيال وحان دون إن أنا ذنك يا عبد الرحمن نك عويسا سؤال شو استحاد يعني سو قارني سؤال شو استحاد واحد ورانا صح حيوان كأفكي سوسنكي سياهي وبق كلون كتأمر وديك تأ قرنديدا ح شبالك إم سقف أيال وبق أو كلون ك إم سقف أيال وتأ أو مروديك إم سقف أيال وتأ أو قرنديدا إم سقف أيال وح أو شبالك عبد الرحمن ديبان سو سو نقنو ملاديك كو غرا ان ددك اسيو خيلادن وا مروديغا ود نفر او تيري ان اد بدلاتو او كو راعدي ان اد مركا ورانو يريو دي ديو تاع بيليس لادن تاع عبد الرحمن قبسده قبسده يا بيليس لادن تاع عبد الرحمن كو راع ام وا صح مركا وا تو مروديغا وا هاجاك دا ودين وان ودايغي دونا سؤاشاسي سواش أسأليان وديكي دونا سلاسي أي صحفتا سواش أفراد سواش أفراد وحكو أنا سأيك مرايتك ورطة الله عبد الرحمن حجك يروى حجك يروى با تراويح دا تا عمر دا تا سلاة الليل كا حا سكدا و تا دا عمر تا waad ka sanaysaa wa hagaag daawadayaal taa cimrada ayay markaas si wadeegi doona su'aashaasi ayay wadeegi doona sidaas ayay sax u tahay su'aasha shanad qofka gacanta adag ee aan waxba bixin waxa loo yaqaan qofka gacanta adag ee aan waxba bixin waxa loo yaqaan ba ahmaq ta dheelib ش أردل ح دبعال هذا الحين وحب الحين تسيد سكتي يا هذا أنا سولف يا حقيقة كبح يعني ما تبح بحساء عندنا ما تسيد حتى بلينا كسمان هلا مسد بحنساء يا مسد بحنساء بحد نكسة وحاسي بحست أكسر نكسة يا شادو أردل مرتد وينين ويكارسي مرتد بسين سادو وينين وهاكاك دا ودي الشا و أردلين مركزي ودي دونا سواشا سيا ودي دونا سيدا سيقرد أيكوت هاي وحاسحا دبعال أيكوت هاي من هذا الوصال أيكوت هاي من نحن يريد دونا كقب قطاع فرادة برنامج كوا أحمد عبد الرحمن إبراهيم أحمد عبد الرحمن إبراهيم الله صعب يا السلام عليكم أحمد عبد الرحمن إبراهيم رمضان كريم كريم أحمد تفاصيل قصص إن الأرض هاي معلومات كلاني جدا وذي شو؟ إن أنا هو حن هاي أرض اللي اكتشف عادها رجيسة. إيه. كل يد الرقالة. كل يد الرقالة. آه. حن كنت على تحمل إن الرقالة برد. والله يدا تدخل مربو حسكا طول بدان اللي كنت أيضاً جميع شو صار سليم وقتي. سيد من الحين هاي ناقرة وحوها نين الرقاليها. مركا هذا هو طول ما بانك اللي كتير من الحين هو ناقرة ما كنت ضغطيان. مركها ما حد شعشة من الحوينة النقطة. إن شاء الله دي إلهي قسمه. سكون ما جعبتي من الحوينة سما. أحمد عبد الحمد.
marka hadii imika doorashadu dhacdo oo xisbi xisbiyada kamid ay ku yeeraan ay dhaadaan axmed oo dhaqaale ka soo baxay aan musharaxno sanadkan deetana aan ku codayo saa ku soo baxdidba lagu raa khudbaddii madaxweynaha jeedinaysa meelahead oran lahayd wax ka qabanayaa waan hagaasha u baahan inaan kordhiyo wallaahi waxaan oran lahaa wax qabadku yacnii arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada waxyaabaha asaasiga ah ee dadweynuhu u baahan yahay oo dhan in wax ka qaban lahaa mudane madaxweyne markaase anna maxaad ii magacaabi lahayd iyo kale madaxweyne adiga waxaa ku magacaabi lahaa wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda dee dhaqaalaha iskuma fiicnin laa way hay axmed waxaad aad u xusuusnaataa uun inaan laba jeer haddii dadweynuhu haddii ay kugu adkaata laba jeer aan u tegi doono laba jeerna aamin laba kaa tuuri doono bismillah waan ku bilaabaya su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa labadii dowladood ee ugu xoogga weynaa xilligii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam labadii dowladood ee ugu xoogga weynaa xilligii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxay ahaayeen ba maraykanka iyo ingiriiska ta ruushka iyo naato ja mongolia iyo amisom xa furus iyo romaan xa oo ah furus iyo romaan inaan laba kaa tuuro iyo dadweynu bay u kaadhsan yihin furus iyo romaan maraykanka iyo ingiriiska ka war maraykanka iyo ingiriiska de waqtigaa nama aqoonba ruush iyo naato mongolia iyo amisom way xa markaasi waa furus iyo romaan xaadaynu wadeegi doonaa daawadayaal markaasi sidaasi ayay sax ku tahay ya axmed su-aasha labaad xayawaanka sida dadka isku maamula ee boqortooyada lihi waa xayawaanka sida dadka isku maamula ee boqortooyada lihi waa ba aboorka ta shinida ja digirinka xa camadhka ta oo shinida ah weli dadweynaha ayaana laba kaa turaaba inuu harsan yahay ta oo shinida ayaan daawadaya markaasi wadeegi doonaa su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay ya axmed su-aasha saddexaad sanadkii la odhan jiray sanadka murugadu waxa uu ahaa sanadkii ba abujahal la dilay ta abulahab dhintay ja khadiijo iyo abudaalib geeriyoodeen xa abubakar geeriyooday ja oo khadiijo iyo abudaalib dhinta geeriyoodeen weli dadweynihii maynaan isticmaalin axmedow inaan laba kaa tuuraano weli maynaan ku adkaysanaysa waayahay jadaynu wadeegi doonaa daawadayaal markaasi sidaasi ayay sax ku tahay afar su-aasha afaraad waxay ku odhanaysaa dagaalkii lagu jabiyey dhooshii nebiga sallallahu calayhi wasalam waxa uu ahaa dagaalkii lagu jabiyey dhooshii nebiga sallallahu calayhi wasalam waxa uu ahaa ba muuta ta beder ja tabuuk xa uxud xa oo uxuda oo ku adkaysanaysa waa hagaag laba ka mida ayaan kaa saari doonaa beder iyo uxud ayaa isku soo haray uxud waa hagaag daawadayaal xaado uxud ayaan markaasi wadaagi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay shan geedka aan iskii dhulka uga bixin ee geed kale ka dul baxaa waa geedka aan iskii dhulka uga bixin ee geed kale ka baxaa waa ba dhilowyahanka ta dhosoqa ja dharjida xa dhaloosha ba oo dhilowyahanka weli hal mar laba kaa tuuriya dadweyne baa inaa harsan waa hagaag daawadayaal baada ayna markaasi wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay lix su-aasha lixaad
saxaraha adduunka ugu weyni waxa uu ku yaalaa saxaraha adduunka ugu weyni waxa uu ku yaalaa ba bariga ruushka ta waqooyiga afrika ja dalka maraykanka xa dalka australia ta waqooyiga afrika يا أحمد ميل حساس يوم مرنا اللي حبينا مرنا أنا لو بكرة تورا هل مر بيو كارسين تدوينون أيو كارسين؟ ما هي تن غوي أفريقيا. غوي أفريقيا. وهاجاك داود يلتا ذا يوم مر كاسيبو ده يجي دونا وغوي أفريقيا سيدا سيا يسح بكرة. تضبع. إريجا تاريخ واف عربي سومالي جسوا با غور تا دعذو. شا سويال ح دار سويال مي شا او سويال ميل حساسي نمر نادي دويني هنا حق ودو مينا كي انا دوك فيرس اي دوينا ودي دوينا ودي بنس سويال يا شا او سويال سويال شت دوينا ودي بنا مي سويال شي سكات كيس وهاك غور كبر adu dhacday iyo sooyaal baan iska hayaa laakiin sooyaal baan podcast goor iyo dhacarba goor iyo iska waqti weey hartaasina waan garanayaa laakiin adu sooyaal iyo dhacdo baan iska hayaa sooyaal iyo dhacdo marka ka doodatay sooyaal sooyaal waa hagaag daawadayaal cha oo sooyaal ayay markaa seegi doona sidaas ayay sax u tahay sideed yaa u fiirso sideed bin soogaan إمام الشافعي مجعيس وحوها إمام الشافعي مجعيس وحوها ب محمد إسماعيل ت محمد عتيمين ش محمد قسالي ح محمد الدرس محمد قسالي شاوي عوز كروقات شاوي محمد قسالي ش محمد قسالي سيدات بين مرنا لبا شيرو ددوينه اينو ارسن يا هل مر او ان لبا كا تورا ددوينه ودي باه ددوينه ودي بين ميل حساسي ان سو غارني لبا شير بين ددوينه اينو ارسن واغاك داود يا حقي ان انا سو كاينا اد او غفيرسدا ميل حساسي ان مرنا سيدات بان تاغنahay 9 اون ديغو سو علنيه 10 اون لبا تورنا نوغا ديمن لعقتا ديا ليراهو ماركا سواش وحيد اورنسا إمام الشافعي مجعيس وحوها باء محمد إسماعيل تاء محمد عتيمين جاء محمد غزالي حاء محمد إدريس إمي سوقف أيالة باء محمد إسماعيلها إمي سوقف أيالة تاء محمد عتيمين بها إمي سوقف أيالة جاء محمد غزالي بها إمي سوقف أيالة حاء محمد إدريس بها adagtay ee dadweynahaasi laba qof waxay ilaahdeen ba maxamed ismaaciil buuha laba qof afar qof waxay ilaahdeen maxamed qasaali buuha afar qof waxay ilaahdeen maxamed idris buuha go'aanka saadiga iskale ka u raacday labada xaban podcast maxamed idris ha maxamed idris ha podcast sanasa salaabadan turnaan ku si maye maxamed idris kaas maxamed idris waa hagaag daawadayaal xaqdo maxamed idris baynu eegi doonaa su'aashaasi ayaynu wadaagi doonaa su'aashaasi ayaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax u tahay meel adag baynu eegi doonaa su'aashaasi su'aasha sagaalad waxay ku oranaysaa saaca midabada badan ee isku jira leh waxa loo bixiyaa saaca midabada badan ee isku jira leh waxa loo bixiyaa ba hay'ad ta arwo cha haydol ha din hal mar oo dadweynaha iyo hal mar oo ina laba ka tuuraba inoo xis waaga dadweynaha u dibna en dawada waxaan aad idiga mahad celinaynaa sidii aad markii hore noo caawiseen anagoo sideed taagan markala ayaan doonaynaa inaan caawisaan anaga oo sagaal taagan su'aashu waxay idoo oranaysaa
saac midabada badan ee isku jira leh waxa loo bixiyaa saac midabada badan ee isku jira leh waxa loo bixiyaa ba hay'ad ta arwo cha haydol ha diin imisa qof ayaa la waa ba oo waa hay'ad imisa qof ayaa la waa ta oo waa arwo imisa qof ayaa la waa cha oo wax weeyaan haydol imisa qof ayaa la waa ha oo wax weeyaan diin ad bi xasaas u taadana intooda badan way ka amseen saddex qof baa waxa ugu yiraahdeen waa cha oo wax weeyaan haydol go'aanka si adigaa iska leh oo ku raacsa inaan laba kaa tuuro oo fursada inoo harsan daayadu ka horta aleeg aada uga fiirso waxay nagu yidhaahdeen afar qof oo ka midii waa ja oo haydhoola waxay inoo harsan fursad ah inaan laba kaa tuuro dadweynaha ku raacsa haddii dadweynaha siina saxaanka waran haddayna qaldaanna marka saaca midabada badan ee isku jira leh waxaa loo bixiyaa ja oo haydhoola mise waxaan ku nasiibinaa hal mid baa inoo harsan inaa laba kaa tuuraa waa hagaag daawad jaad oo haydhoola ayaynu markaasi wadaegi doonaa su-aashaasi ayaynu wadaegi doonaa su-aashu sidaasi qalad ayay ku tahay arwa ayaa la yidhaahdaa aad iyo aada lagu saacadeeya aad baa mahadsantay hagaag daawad yeel weli barnaamijka somaali ayaan ku guda jirnaa hadda waxaan soo gaarnay goortii aan idiin soo gudbin jirnay weydiintii aan idigu tala galnay idinkoo gurigiina jooga meheradiina jooga iyo meel kasto aad joogtaan dabcan aan idin soo weydiinaynay si aad warcelin ugu soo samaysaan weydiintan weydiintii ka horreysay ee barnaamijkankii ka horreeyay aan idin soo weydiinay waxay ahayd xooluhu markay lumaan ee beri dambe la tabo ama la ogaado waxaa la yidhaahdaa xooluhu markay lumaan ee beri dambe la tabo ama la ogaado waxaa la yidhaahdaa ba dibood ta abaaji xa baadi maqan xa halaabid waxay warcelinta saxdii ahayd markaasi ta-doo ah abaaji dadweyne aada u tiro badan ayaa dabcan su-aashaasi kasoo jawaabay iyadoo kumanaan dadweyne ay kasoo jawaabeen dabcan sidaa filaya markaasi afarku kala xulo hal qof ayaa ku guuleystay haddii ala yidhaahdo maalinta berita ayaan sida abaalmarintiisa halkani ku guddoonsiin doonaa ee weydiinta caawa markaasi uu diyaar garooba haddii ala yidhaahdo weydiintu waxay doonaysaa diyaarsada qalimaanta iyo moobilada markaasi dabada fardaha waxaa la yidhaahdaa ba dub ta qanaan ja sayn xa hilab markale aan ku celiya daawadayaal dabada fardaha waxaa la yidhaahdaa ba dub ta qanaan ja sayn xa hilab warcelinta saxdaa daawadayaal waxa aad ku soo jawaabi doontaan lambarka a gaaban ee 822 jawaab ayaad soo qori doontaan kadibna waxaad raacin doontaan ba ta ja tu saxda ku yahay haddii aa la yidhaahdo halkan ayaa markaasi warcelinta aan ku guddoonsiin doonaa ciddii markaasi kasoo jawaabta meel kasto aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu